مرحبا يا جماعة، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. اهلا وسهلا. شو عم تعملوا؟ عم نصور مسلسل. كلياتكم مشتركين فيه؟ طبعا طبعا. لو سمحت بدنا شوية صمت. استعداد؟ جاهزين. عاد وانا كمان جاهز. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. كواليس. كواليس. مع تحيات مازن لطفي ومحمد غزاوي. أعزائي مستمعي كواليس، كل عام وأنتم بخير. نحن بشهر رمضان المبارك، وواجبنا أنه نحن بشهر رمضان المبارك نسلط الضوء على الحرف والأكلات الطيبة، وخاصة الحلويات العربية ببلاد الشام طبعا. وهذا البرنامج واجبه أنه يستضيف هدول الناس يلي هم بيصنعولنا هالأكلات الطيبة. أنا هلأ بأحد محلات القطايف، رح يعرفنا عن نفسه الحجي هون صاحب المحل. السلام عليكم. بداية كل عام أنتم بخير بشهر رمضان المبارك. أنا أبو رامي رمضان، صاحب محل معجنات بياء قطايف وكنافة بدمشق، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وهي الأكلة غنية عن التعريف، هي معروفة غنية عن التعريف، معروفة لكل العالم، وبالذات برمضان بتزور كل بيت، بضيفي على كل مائدة، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. حجي حكي لي عن كيفية صنع القطايف، لأنه هي أكثر من نوع، في منها كبير وفي منها صغير، مو هيك؟ تفضل. هي القطايف أكلة فلكلورية، أكلة القطايف العصافيري هي معروفة، القطايف الصغيرة يلي بنحط عليها القشطة، وبتتزين بأكثر من شغلة، الفستق الحلبي، زهر الليمون، الماء زهر مع القطر، هي يعني كل إنسان بيقدر يتفنن فيها مثل ما هو بيشوفها مناسبة له. وبعدين بيجينا الشق الثاني، هي الستاتي. نعم. الستاتي كمان هي معروفة، الستاتي اللي القطايف المقلية، القطايف المقلية اللي هي بالقشطة، هي المسكرة. المسكرة، القطايف المقلية اللي هي بالقشطة أو بالجوز. وصارت هلأ أني أكثر من صنف صار نزل عليها، مثلاً القريشي، الجوز الهند، التمر، المكسرات بكافة أنواعها، عارف شلون؟ كمان كل إنسان على حسب ذوقه، على حسب ما يناسبه من الأكلة هي، يعني صارت توسعت شوية الأكلة وتطورت، وهي معروفة لأهل الشام بأنه الطابع تبعها المميز، وبالذات برمضان. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. سؤال تاني يا أخي أبو رامي، يعني تقريبا أنتوا هلأ هون محلكم قديش عمره؟ هلأ إذا حكيت عن حالي أنا، يلي أنا بوعى عن والدي وجدي وأنا، هدول بيمثلوا 100 سنة. 100 سنة. هدول بيمثلوا 100 سنة أنا بهالمحل، يعني يلي أنا وعيته وعيت والدي وجدي وأنا، لحد هلأ صاروا 100 سنة. وتعلمت من والدك؟ طبعا، هي يعني مهنة وراثي. إيه؟ يعني بتورث الأجيال. طبعاً هي مهنة وراثي، يعني وراثي اللي احنا تورثناها وراثي، وحاولنا ندخل عليها أشياء كثيرة. نعم. يعني حاولنا لحنا، لأنه المهنة إذا ما تطورت يعني بتفقد أشياء كثيرة بالأيام هي. صح. فهي دخلت عليها المكنة، مكنة القطايف، مكنة العوامة، مكنة المشبك، يعني من حيث النظافة ومن حيث الجودة صارت بالأيام هي أفضل من الأول. نعم. أفضل من الأول، لأنه صارت شبه أتمتة آلية يعني. فالمهنة بس عم نحاول نضل نخليها ضمن الطابع التراثي أفضل. إيه طبعا، ضمن الطابع التراثي، لأنه مشان ما تفقد أصالتها. هاي شو اسمها هاي اللي هذيك القطع هيك؟ هاي الشعيبيات. هاي شعيبيات، في منها شعيبيات بالجوز وبالقشطة، هاي وبصير بالفستق والحلبية يعني بالمكسرات، وبالإضافة في حلاوة الجبن مثل ما لك شايف انت، حلاوة الجبن. وفي عنا العوامة والمشبك والوربات بالفستو، وربات بالقشطة المدلوقة، يعني هالأكلات اللي احنا ما عم نحاول نفقد المصلحة، يعني أنا بعتز فيها المصلحة بأنه هي معجنات وقطايف. فلحنا الزيادة هاي من ضمن اختصاص المصلحة. نعم. يعني ما حبينا نتوسع أكثر من هيك مشان ما نفقد إنه لحنا بياعين قطايف، مشان نضل ضمن التراث تبعنا والطابع تبعنا. بالنسبة للقشطة، هلا أحيانا أنا بعرف القشطة هي موسمية، مو هيك؟
لا على مدار السنة. على مدار السنة. ولكن بفترة من الفترات السنة بصير مميزة. نعم. إيه بتجي. بأنو شهر تقريبا؟ يعني هلا هي غالبا قبل الربيع، يعني قبل الربيع بالشتوية، لأنه العلف بيكون طبيعي حنطة وشعير. نعم. بتجي القشطة بكامل دسمة. نعم. كامل دسمة بالإضافة لأيام الربيع شوي بتصير الخير زيادة يعني. صحيح. هون لما بيولد الغنم وكذا. تمام 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 تمام، يعني الحليب بيصير تقيل وبتعطي نكهة مميزة. وبالصيف طبعا الحليب كلياته والاجبان وكذا بتخف نسبة الدسمة. صحيح. لانه بصير المرعى خضار. خضار صحيح. والخضار ما بيعطي نسبة الدسمة. فصة وما فصة. تمام تمام، ما بيعطي نسبة الدسمة عالية. بينما بالشتوية وايام الربيع الحنطة والشعير والكذا هي اللي بتعطي الدسامة للقشطة. الشمندور. الشمندور من كمان قديما كان ينحط مع القطايف، ولا الشمندور اجى دخيل؟ الشمندور هدية من رب العالمين. الشمندور اللي هو معروف عن باللبق، اللبق. نعم. اللي هو بيعطي مناعة للجسم بحكمة رب العالمين. هذا الغنمة وقت اللي بتولد اول 3-4 ايام بيرضعوا منها المولود مشان يكتسب مناعة. صحيح. ايه فالشمندور فائدته اعظم من القشطة واعظم من الحليب كلياته، لانه بيعطي مناعة للجسم وللسكري ولاشياء كثيرة مفيدة. الشمندور عرف شلون؟ بس هو ايه طبعا طبعا فوائده كثيرة، يعني فينا نعتبره دواء يعني. طبعا طبعا ناس كثيرة بتستخدمه وبتجي بتطلبه على سبيل الدواء، ولكن هو محصور ضمن فترة الولادة تبع الغنم. نعم. هذا موسمي بقى. موسمي، هذا هو الموسمي ضمن فترة الولادة تبع الغنم. طيب سؤال أخير، خلينا ننتقل للعوامة والمشبكة، كيف بتصنعوها وتقريبا قديش عمرها؟ هلا هاي الأكلة يعني شعبية. شعبية كمان من شعبية. العجين. من العجين طبعا طبعا، عجينة وخميرة يعني، ومهنة كمان تراثية، كمان مهنة تراثية، وتمتاز بأنه ممكن تكون قطر كامل أو نص قطر أو داي. صحيح. يعني ممكن أنه تكون بالموضوع هذا. والمشبك هي حقيقة بيقولوا عن أكل حلبي، بيقولوا أنه أساسها حلبي. إيه المشبك. المشبك مو تركي يعني. لا حلبي. لا حلبي. بيقولوا إيه، بيقولوا أنه الأساس تبعها أكل حلبي، ولكن الحمد لله يعني متوفرة إن كانت هون ولا بحلب ولا بكذا. أكل شعبية معروفة ما بتنتهي. إن شاء الله كل عام وإنت بخير. إنت بخير. شو بتقول لزبوناتك، لأهلنا، لأهلك، لأهلي، لأهلك؟ الحقيقة لحنا منعايد على الجميع، ورمضان كريم على الجميع، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليهم بالخير والبركة. بالنسبة للمغتربين اللي برا، أهلنا اللي هن مشتاقين لها الأكلات هاي، هلأ إذا سمعوا هالبرنامج شو بتقول لهم؟ بقول لهم الجزور بالبلد هون، ولا بده لحنا ولحنا 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 ما بنتخلى عن جذورنا، ولا انتم بتتخلوا عن جذورنا، وان شاء الله بنشوفكم بخير وسلامه. وهلا هن بشموا ريحه القطايف والقشطه من خلال الميكروفون. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. شكرا شكرا جزيلا للحاج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم، ومره ثانيه رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم. وشكرا كثير للحاج ابو رامي يلي استضافنا بمحله هون باحد احياء دمشق القديمه العريقه، واجرينا معه هذا اللقاء عن حرفه او مهنه القطايف والشعيبيات وما الى ذلك. كواليس. كواليس مع تحيات مازن لطفي ومحمد غزاوي. We'll be right back.